كباب وحمض ظهر. كباب وحمض ظهر. اي. هاي يعني متعلم عليها دائما الطلبيه؟ لا لا ما شرط. ما شرط. مرات يعني شغلات القليات، مرات القاص، مرات يعني حسب. اليوم صارت قسمتنا هون. ايش انت شايف؟ اذا ما طيب ما نجي. المنطقه القديمه نكهتها نكهه قديمه وطيبه، وتحس بانه بالموصل انت. حتى بالاكل. الاسعار والله زينه يعني تمشي الكل. الما عنده والعنده يعطيك ياكل. ايش انت شايف على الاكل؟ والله الاكل جيد جدا. الاسعار؟ اسعار مليحه. مناسبة. ليش الأبغى سجل صغير؟ والله أنا متعلمين هوني من زمان، يعني هون إحنا أهل السوق ونجي نأكل هوني. أي نعم، لو نكهة خاصة ومكان ويدارونا وما يخلون قصور معنا. راس الجسر مو بدورنا، بل 1700 هذا مقر مال الناس تجي هنا، هذا السوق الرسمي مال العرب ومال كل الخضروات، كل الباقوليات، كل شيء يجي هنا. فهنا تعرف السعر مناسب ومتعلمين عليهم. يعني مثلا هنا ارخص من ما تروح بالزهور، يعني نفر ب 6000 دينار كباب درجه اولى ماكو شيء. باب الجسر يعني بينو فرد هكذا فرد نكهه طيبي من ايام اجدادنا، من تقريبا ال 34 35 36 سنه. هو هذا باب الجسر يعتبر ميناء لمدينة الموصل. تشعبين المطاعم، تشعبين هذا سوق العطيرين وسوق الحاب، يعني بينه نكهة حيل حيل طيبة باب الجسر، وبينه المطاعم أسعار مناسبة للمطاعم باب الجسر. يعني هسه تروح تعمرك على ذاك الجانب نفر ب 12 13 ألف دينار وما بينه ذاك الطعم الطيب. النكهة مالته تختلف عنها هكذا مناطق شعبية. حركة باب الجسر من ناحية الناس مالته، والله اللحم اللي نستخدمه عراقي من القصاب ناخذه، والمعلقة مع القصاب يعني اللحم العراقي حيل طيب. السؤال ليش دائما يقدمون يعني بعض يقدم بالشربت مع شربت الزبيب مع الكباب؟ هو الكباب اللي يشرب معه شربت، يعني هكذا بينه فقط طعم نكهه بالكباب. والله اكو عندنا مشويات كباب، تكه معلاق، شلاوي بيض غنم، قلب، تكه دجاج، كباب دجاج. اللحم خالص؟ اللحم خالص الحمد لله، نحن من زماننا الاكلات اللي عندنا. الاسعار ما في شيء. النفر بسبعة. نفر بسبعة؟ ايه. عليكم. بال موجودة، عالم تجينا كثيرة، معامل عندنا ويجونا. ليش قلت فتحوا؟ والله فتح من الوحدة بالليل للعصر.